Yeah. Mm -hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناة ديلاكارو الخاصة بالمشاريع حول الطباعة المعلوماتية وكذلك نصائح أخرى إذا كنت جديدا معنا فلا تتردد في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد بخصوص هذه القناة إن شاء الله ولا تنسى كذلك دعمنا بزر لايك لهذا الفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين حتى يستفيد الجميع من هذه المشاريع التي نقدمها لكم هيا نبدأ مشروعنا أخواني أخواتي الورقية هي منتجات مطلوبة للاستهلاك الشامل واليومي وبالتالي بمجرد تأسيس مشروع مصنع لصناعة الأكواب الورقية توجد فرص جيدة لتحويل هذا المشروع إلى عمل مربح تستخدم معظم السلاسل المطاعم الدولية ومطاعم الوجبات السريعة الكوب الورقي لتقديم المشروبات مما جعل هذه الصناعة أكثر ربحية كخيار تجاري ناجح يمكن بدء الفكره على نطاق صغير بمساحه تبلغ حوالي 500 متر مربع لاعداد الماكينات وبدء العمل يمكن صنع الاكواب الورقيه من خلال اله نصف اوتوماتيكيه او اوتوماتيكيه بالكامل ايضا عند دراسه السوق يمكن للمرء ان يفهم هناك نوعين من الاكواب الورقيه النوع الاول اخواني اخواتي الاكواب الورقيه العاديه المتوفره في احجام مختلفه والنوع الثاني مع اسم الشركه او مع اسم الشركه يعني كوب يحمل شعار لشركه ما يحمل علامه تجاريه الاستثمار في مشروع صناعه الأبواب الورقيه لديه القدره على تحقيق عائد كبير على استثمارك وهي فكره تجاريه مربحه للغايه في دول العالم العربي لذلك ندرج هنا ملخص دراسه جدوى مشروع صناعه الاكواب الورقيه في سنه 2022 في الوقت الحاضر في سوق المشروبات في العالم العربي 80% من الكؤوس المستخدمه هي من البلاستيك و20% المتبقيه هي اكواب ورقيه نظرا لزياده الطلب بسبب زياده الوعي الصحي والبيئي باستخدام الاكواب الورقيه فلن يمر الوقت طويلا قبل ان تشغل هذه المنتجات 100% من السوق ينشا الطلب على 80% من الاكواب الورقيه التي يتم تصنيعها بشكل اساسي من شركات التكنولوجيا المعلومات والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاصف الصناعية والمقاهي والمحلات التجارية إلى غيرها وكذلك السوبر ماركت والنوادي الصحية ومنظمي الأحداث. يتم استخدام حوالي واحد من الأكواب الورقية في بعض البلدان العربية يوميا مع زيادة حادة في الاستهلاك خلال مواسم الزواج والأعياد وتقدر نسبة الطلب على الأكواب الورقية بمعدل النمو سنوي مركب قدره 2.72 خلال الفترة المتوقعة في سنة 2021 إلى حدود سنة 2026 وهذا ما يفسر نجاح وربحية هذا الفكرة هذه الفكرة الفكرة الاستثمارية لإنشاء مصنع الأكواب الورقية مثلا في السعودية أو في المغرب أو في أي بلد عربي آخر سوف تحتاج إلى تسجيل عملك وفقا لنمط الملكية والاستثمار بعد الاختيار الشكل المناسب لمصنعك. تحقق من العوامل الترخيص بشكل عام يعتمد ذلك على الموقع في البلد الذي تبدأ فيه النشاط التجاري ولا يطالب هذا النشاط التجاري بأي عوامل ترخيص رئيسية بالإضافة في ذلك. تحقق من الالتزامات الضريبة ايضا لبدء فكره مشروع تصنيع الكؤوس الورقيه تحتاج الى انجاز تسجيل للشركه حيث يمكنك ايضا الاتصال بالسلطات المحليه او منضيع في الخدمة المهنيه والقانونيه للحصول على المعلومات المطلوبه حول الاجراءات والارشادات المطلوبه لن يكون هناك الكثير من الصعوبات في فتح هذا النوع من المشاريع وكذلك بالنسبة للشركات تصنيع الاكواب الورقية يلزم توفير مساحة مغطاة تبلغ حوالي 500 متر مربع موصولة بالماء والكهرباء لذلك اذا كان لديك الكثير من المساحة الفارغة في منزلك فلا بأس بذلك. خلاف ذلك سوف تحتاج الى تأمين مساحة الانتاج التجاري فحجم المساحة يعتمد على حجم العمل. تعتمد متطلبات مساحة المصنع على حجم ماكينة صناعة الاكواب الورقية ووضع تشغيلها. لذلك من الافضل التحدث الى شركات بيع ماكينات تصنيع الاكواب الورقيه او مواردي الالات قبل الانتهاء من التحديد المساحه إذن من اين احصل على الورق واين يتواجد بالنسبه للورق الذي ستصنع منه الاكواب كيف يكون اما ان يكون على شكل رولات ورقيه كبيره بعرض معين ثم تقوم بقصه بعد عملية الطباعة عليه يكون على شكل المروحة بعد ذلك يتم إدخاله في الماكينة ليتم تشغيله بشكل الأكواب مثل هذا الورق تشتريه جاهزا ومطبوعا ثم يتم إدخاله إلى الماكينة ولا يحتاج لأي عملية لاحقة ويأتي معه أيضا رولو من أجل صناعة الجزء السفلي للكوب طبعا الورق الذي يأتي بشكل رول يكون سعره أقل من المطبوع الجاهز إذا أنت حين تبدأ المشروع ماذا عليك أن تفعل؟ إنني أنصح الناس في بدء مشروعها أن تشتري ورق جاهز ومطبوع، وبعد ذلك عندما يصبح الإنتاج أكبر هنا يمكن أن تشتري رولات وتشتري طابعة وآلة لقص الورق وطبعا سعر الطابعة وآلة القص مرتفع جدا ويمكن أن يتجاوز خمسين ألف دولار، لذلك يجب توفير هذه التكلفة في بداية المشروع وتشتري الورق بشكل المطبوع والمقصوص. ولاحقا عندما يتحسن المشروع تشتريها وتكون باتباع تصميم خاصه بكل عميل والان اسعار الورق صناعه الاكواب الورقيه أسعار الورقة إخواني أخواتي الخام تتراوح بين 1100 دولار و 1300 دولار للطن الواحد ويمكنك أن تشتريها من الموردين الصينيين من الصين أو يمكنك البحث في بلدك عن موردين محليين وهذا السعر للطن الواحد سواء كان رولو خام أو ورقي مطبوع جاهز وبالطبع سعر الرول الذي يستخدم لصناعة الجزء السفلي الذي يستخدم لصناعة الكوب نفسه وتتراوح قيمته ايضا بين 1100 دولار و1300 دولار والورق يكون ذو اوزان مختلفه حيث يوجد ورق ذو وزن 180 غرام ووزن 250 غرام طبعا الاوزان مختلفه وانت تحدد وزن وجوده الورق ربما تتساءل الان طن الورق ينتج كم كم من كوب اولا الورق اوزان يعني اختلاف الوزن يعني اختلاف في عدد الاكواب داخل الطن ثانيا الاكواب احجام كثيره جدا واختلاف الحجم يعني اختلاف في عدد الاكواب داخل الطن. اذا لا يمكن ضبط هذا الامر ولكن يمكن ان تقوم بشراء كميه من الاكواب التي تريد ان تنتجها وتقوم بوزنها بعد ذلك يمكنك ان تقوم بحساب الامر بالطريقه التاليه: قسمه الطن على عدد وزن الكوب بالجرام عدد الاكواب يساوي عدد الاكواب. سعر ماكنه تصنيع الاكواب الورقيه. تاتينا العديد من الاسئله اسئله حول سعر ماكينه تصنيع الاكواب الورقيه من السعوديه والمغرب ومصر والاردن الى غير ذلك من الدول هنا سنضع اخواني اخواتي سعر الماكينه وهو نفسه تقريبا بجميع الدول بالنسبه لماكينات الاكواب الورقيه بشكل عام فهي ثلاث اقسام في السرعه حيث توجد الماكينات ذات سرعه عاديه واخرى ذات سرعه متوسطه واخرى ذات سرعه عاليه النوع الاول هو السرعه العاديه الذي يبدا من 40 الى 45 كوب في الدقيقه بعدها السرعه الوسطيه التي تبدا من 60 الى 70 كوب في الدقيقه والنوع الثالث الذي يصنع السرعات العاليه من 120 الى 140 كوب في الدقيقه، اذا السرعات لدينا تبدا من 45 كوب في الدقيقه وتصل الى 140 كوبا في الدقيقه بشكل عام. بخصوص الالات ذات السرعه العاديه فهي تبدا باسعار من 10000 دولار وقد تصل احيانا الى 15000 دولار، اما بخصوص السرعه الوسطى فالسعر يتراوح بين 25000 دولار و25 وثلاثون الف دولار إذا إخواني أخواتي كيفية صناعة الأكواب الورقية؟ هناك أساسا ثلاث مراحل في عملية تصنيع الكوب الورقي. المرحلة الأولى يتم تشكيل ورق جدار كأس الورقية وتشكيلها. في المرحلة الثانية يتم تشكيل الورقة السفلية للأكواب الورق مع جدار جانبي الشكل. في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة يتم تسخين الكوب الورقي مسبقا ويتم تجعيد القاع الحافة للإكمال تصنيع الكوب الورقي. تحتاج الى معرفه عمليه تصنيع الاكواب الورقيه وكيفيه استخدام الالات في التفاصيل يمر تصنيع الاكواب الورقيه بثلاث مراحل كما سبق ان ذكرها في الخطوه الاولى يتم بتكوين جدار الكؤوس وشكله ثم شكل قاع الكؤوس تتضمن المرحلة الثالثة أساسا الفصل بين الزاوية 45 التسخين المسبق قاع الشباك حافة الشباك مع إلى ذلك وهي الأجزاء المهمة في إنهاء الكوب الورقي يجب عليك الحفاظ على التدابير مراقبة الجودة في هذا العمل في معظم الحالات يتم إنتاج الأكواب الورقية وفقا لمواصفات العميل وطبيعة الاستخدام النهائي تنطوي عملية تصنيع على تشكيل الجدار الجانبي من الأسفل حيث تحتوي الماكينات المستخدمة في تصنيع على خيارين متاحين لصنع الأكواب الورقية ستأتي آلة أوتوماتيكية بالكامل بسمك يتراوح بين خمسة إلى ستة لفات ويمكن أن تنتج ما معدله آلاف كوب في الساعة ينصح أن تحصل على آليات من مصدر موثوق حيث إنها أحد أهم العوامل في العمل وللحصول إخواني أخواتي على نجاح طويل الأجل في صناعة الأكواب الورقية يجب عليك ضمان جودة المنتوج وعدم توقف الإنتاجية كما يمكنك البيع على الإنترنت إذا كنت تريد أن تنتج حقا وتربح المزيد من الأموال في أي عمل تجاري فلا بد من الاتصال ب الإنترنت وترويج منتوجك عبر المواقع الاجتماعية كالفيسبوك والإنستغرام وغيره من المنصات الإلكترونية. هناك طرق مختلفة لجعل منتوجك متاحا للعملاء على الإنترنت يمكنك تسجيل منتوجاتك في الأسواق الإلكترونية مثل أمازون أيضا وبايت مايت إلى آخره والبيع من هناك يمكنك إنشاء موقع ويب خاص بك أو متجر عبر الإنترنت. وأخيرا إخواني أخواتي مطلوب منك الكثير من عمل الجاد والتفاني لإنجاح هذا المشروع إذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات فلا تتردد في ترك تعليق لنا وسوف نجد جوابا لسؤالك وكان معكم هشام دمج مصمم إشهاري نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله نراكم على خير والسلام عليكم